مشاهدينا هنروح مع حضراتكم لموضوع اخر. مفيش شك انه التدخين جوه البيت مشكله كبيره جدا، لكن المدخن ده لو موجود في مكان مفتوح، يعني لو خرج وقف في البلكونه وقف في الشباك خلاص، يعني هو هيشيل مسؤوليته. لكن التدخين جوه البيت خطر جدا، وفي دراسه حذرت من ان النيكوتين بينتقل عبر الاسطح، يعني اثار التدخين بتكون موجوده على الاثاث، على الديكور، على الجدران، على الارضيات، على الملابس، وبالتالي بتكون سهل جدا انتقالها للاطفال. يمين، اعتقد دي حاجه صعبه جدا. اكيد انت مسؤول عن نفسك، لكن مش مسؤول عن اتخاذ القرارات للاخرين، خصوصا لو هي قرارات مضره بصحتهم. خلينا نعرف تفاصيل اكتر عن الدراسه من الدكتور وائل صفوت، استشاري البطنه ورئيس الاتحاد العربي لمكافحه التبغ والتدخين. صباح الخير يا دكتور، اهلا وسهلا. طبعا نور، وبشكر حضراتكم على اثاره هذا الموضوع المهم جدا. يعني اهلا بيك دكتور. الدراسه دي شفتها ازاي، وايه حقيقه انتقال النيكوتين للاسطح في المنازل؟ هل ده بالفعل وارد؟ طبعا، هو طبعا كل يوم بيثبت ان في مشاكل كثيره للتدخين، وكل يوم المدخنين هنقول ايه بيطنشوا مكملين في التدخين. بس الدعوه اللي حضرتك قلتيها من شويه مهمه جدا، ان حتى لو انت بليت بموضوع التدخين او مش مقتنع بانه مضر بالنسبه لك، فعلى الاقل ما تدخنش في البيت. حتى لو بتدخن في البلكونه او في مكان وترجع، انت عليك عوالق او مواد سامه، طبعا من ضمنها النيكوتين بالتاكيد، من ضمنها مواد ممكن تبقى مسرطنه، وهذه المواد المسرطنه بتاذي اللي حواليك وبالذات الاطفال زي طبعا. ماده ال NNK. عايزين نعرف حضرتك ايه طبيعه هذه الماده، وازاي بتؤثر، وتاثيرها عامل ازاي بالنسبه للاطفال؟ يعني هل الموضوع بيحتاج فتره من التدخين داخل المنزل، فبالتالي اثار هذا التدخين بتكون موجوده على الحاجات اللي موجوده في البيت، ولا بمجرد انتشارها سريعا ممكن يصاب الاطفال؟ طبعا هو بالتاكيد ان كده طبعا ماده مشعه موجوده، بتقعد من 3 ايام لاسبوع، وحتى ممكن تكون فتره اطول. وهذه الماده المشعه تراكميه، يعني ما فيش حد بيتعرض ليها، الاطفال على الاسطح، على الارض، على السجاجيد، على الستاير، على اللبس حتى بتاع الناس. لو تعرضوا ليها ولمسوها واكثر من مره تعرضوا ليها، ممكن تؤدي الى الكيمياء وامراض سرطانيه بالأطفال. وبالفعل بقينا بنشوف الموضوع ده بشكل كبير، أو بقى منتشر دلوقتي موضوع السرطانات في سن الأطفال. وأحد الأسباب طبعا التدخين والتلوث وحاجات أخرى بالتأكيد، بس هي تراكمية، فعشان كده ممكن الناس ما تاخدش بالها منها طبعا. طب ما ده يخوفنا ان احنا ناكل في المطاعم وناكل في الكافيهات ونتواجد احنا واطفالنا فيها. طبعا انا بشكر حضرتك على الموضوع ده. طبعا الاماكن المغلقه، احنا بنتكلم على كل حاجه مش في البيت بس، وللاسف اغلب المطاعم والاماكن بتمنع التدخين في جزء، بس الجزء الاخر بيبقى مسموح فيه التدخين. وعلى فكره اغلب الاماكن، لو حد بيدخن في عربيه، في بيت، في اماكن مغلقه، ريحتها بتتغير، وده يعني اثبات لاي حد بيدخن، بس المدخن ما بيبقاش شامم هذه الريحه. اوروبا وامريكا وبعض الدول، العربيات والبيوت اللي فيها تدخين وحتى الاوض بتبقى سعرها اقل، لان معروف انها بقت ملوثه. حتى طبعا لو اتعمل تنظيف للبيت او المنزل، الريحه بتبقى موجوده. كذلك العربيه لازم يبقى فيه تهويه، والتاثير بيفضل موجود حتى في التكييفات، وبيرجع يضر الشخص مرة أخرى، حتى لو فتح الشباك، حتى لو فتح الأبواب، الدنيا بتبقى فيها تأثير. وكل مدخن ياخد باله فعلا الريحة متغيرة، سايب آثار، سايب مشاكل كتيرة هتضر بولاده وبولاد الآخرين، سواء في مطعم زي ما حضرتك بتقولي، في فندق، في أي مكان. وزي ما بنقول كده، حتى بعض الفنادق بتبقى فيه حاجة سموكينج رومز ونون سموكينج رومز، وده شيء طبعا يعني أقل الضرر على الأقل. أكيد. كل الشكر ليك الدكتور وائل صفوت، استشاري البطنة ورئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين. شكرا جزيلا لحضرتك.